قد ما ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والقارئ. مقدمك مؤلف رحمه الله وينكي له طالب العلم للدعاء واختذا. دعا الله سبحانه وتعالى أن تكون من أوليائه. دعا الله ندعا دعاء واختذا إذا طالب العلم دعا الله دعا أولياء ونشي. من هم أولياء الله؟ دعا الله ملقري أولياء كرام سوقتي. هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. دعا هذا كسان دي إيمان وتقوى رأيو ذكر إذا. نعم. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجز. تقوى دي توجه تدخل له ده الله ده عذاب بمسكي وبرده جوركي بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا كارونو عملك ولك كم حكم شوي ده وكم نمنكره ده غينا منك يدوب عندي. لكن بعلم لا بجهل. لكن بعلم سر بجهل سرنا. رجل ينام بين القبور. لو سرنا ده قال قبرونه مسكي ودكيجي. يشرب الخمور. شراب مسكي. يأتي بالمنكرات. منكرات وجناهنا مكي. ولا يأتي بالطاعات. أو طاعات عبادات نكي ولا يتطهر من بول وندخ بلو متياز ونزان باكي. هذا ولي لا شك في ولايته. ده ولي ده دي بولايات كيس شك نشتري من أولياء الشيطان. ده شيطان ده أولياء هنا. لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لازم خبر ده شده الله رب العالمين أولياء وكي وده الشيطان بأولياء وكي فرقوكو. كما نفرق بين السماء والأرض. لك سنجة جزمك وأسمان كي فرقو. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله. ده الله رب العالمين ده أولياؤنا ذي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العبادة؟ آية نبي صلى الله عليه وسلم عبادة بريخوده. بل الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. بل كان الله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد عبادة حكم كريم. لو كانت العبادة تسقط عن أحد لسقطت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كعبادة شرط إذا كان أخوا كده نذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أخوا شباب. فالذي لا يعبد الله بس هذا كسان شد الله عبادتنا كي كافر كفر أكبر. كافر ده بكفر أكبر سرا. ولا نشك في ولايته. أو ده غيب ولايات كم شك نكو. لكن من أولياء الشيطان نسأل الله عافية السلام والله أعلم. لكن ده ولايات غدا الشيطان ده الله رب العالمين نذيه.